مصادر الحدث تكشف موافقة حمدوك على العودة لقيادة الحكومة ويشترط الإفراج عن المعتقلين. قصف إسرائيلي لمنطقة تعج بأسلحة ميليشيات إيرانية وتل أبيب تعول على روسيا لإخراج إيران من سوريا. الخارجية الأمريكية تؤكد إرهاب حزب الله وتنفيذه أجندة إيران الخبيثة في المنطقة. ارتفاع حالات التسمم في ميسان إلى أكثر من 440 حالة والسلطات تحيل نتائج المختبرات إلى القبر. أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة اليوم من استوديو الحدث، ساعتان نفتح فيهما أهم الملفات ونتناول تحليلا أهم الأحداث. نفى مصدر قريب لرئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك التوصل إلى اتفاق مع المكون العسكري، وكانت مصادر متطابقة ذكرت الحدث أن حمدوك وافق على العودة لقيادة الحكومة. وأضافت المصادر أن حمدوك اشترط أن تكون الحكومة حكومة كفاءات مستقلة. وأضافت مصادر الحدث أن حمدوك يريد أن تكون جميع المبادرات خارطة طريق لحكومته. وأخيرا اشترط حمدوك لقيادة الحكومة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. من الخرطوم ينضم إلينا زميل محمد عثمان. محمد صباح الخير، أهلا بك معنا في هذه الساعة. ما هي آخر التسريبات حتى اللحظة في ظل تضارب الأخبار حول قبول أو عدم قبول عبد الله حمدوك قيادة الحكومة المدنية القادمة؟ نعم أهلا بك تسابيح. يعني هذا التضارب يعكس حجم التعقيد في هذه النقطة تحديدا، مسألة تشكيل هذه الحكومة. نستطيع القول بأن يعني من بعض المصادر واستنادا أيضا على ما تحدث عنه القائد مني أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس في منزله، أن الدكتور عبد الله حمدوك لم يشترط يعني العودة إلى ما قبل 25 من أكتوبر، وأيضا استنادا إلى حديث بعض المصادر أن الدكتور عبد الله حمدوك أبدى مرونة كبيرة فيما يتعلق بمسألة تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية تسابيح. طيب محمد، دعنا نقف تفصيلا على بيان حزب الأمة ليل البارحة حول محاولة لملمة البيت الداخلي لقوى الحرية والتغيير التواصل حتى مع مني أركو مناوي حول هذه النقطة. نعم، وهذا ما ذكره أيضا مني أركو مناوي، أن هنالك مشاورات سواء كانت مع حزب الأمة في محاولة لململمة بيت الحرية والتغيير ووحدة صفها في هذه المرحلة تحديدا. وهنالك أيضا العديد من المبادرات التي انطلقت هنا وهناك في محاولة لنزع فتيل الأزمة الموجودة في السودان. ولكن بطبيعة الحال النقطة الأساسية الآن هي ما يدور حولها النقاش، هي مسألة تشكيل الحكومة من عدم تشكيلها. إذا كنا نتحدث عن مسألة تشكيل حكومة كفاءات فإن هذا الأمر صحيح أن حمدوك أبدى بعض المرونة في هذه الجزئية تحديدا بحسب بعض المصادر، ولكن هنالك نقاط أخرى تتطلب يعني الحديث مع القوى السياسية. إذا كنا نتحدث عن المجلس التشريعي، وإذا كنا نتحدث أيضا عن الهياكل الانتقالية، هياكل الفترة الانتقالية، وبالتالي جميعها نقاط وتحديات تحتاج إلى مزيد من النقاشات. نعم. إما بين المكون العسكري وأيضا المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، علما بأنه رفض أي تفاوض أو دخول في حوار ما لم يتم إرجاع الأوضاع إلى ما قبل 25 من أكتوبر. وبالتالي المشهد السياسي هنا في السودان تسابيح يمضي يوما تلو الآخر إلى مزيد من التعقيد. نحن نتحدث عن جانب يعمل الآن بين المكون
العسكري وايضا الدكتور عبد الله حمدوك مشاورات هنا وهناك مع دخول وساطات سواء كان من الاداره الامريكيه او ايضا الوساطه الاوروبيه بقياده فولكر او حتى الوساطه الوطنيه من قبل رجال وطنيين مستقلين حاولوا نزع فتيل هذه الازمه. وبالتالي نستطيع ان نقول ان المشهد السياسي يمضي الى مزيد من التعقيد ما لم يحدث اي اختراق، اما بواسطه اختراقات خارجيه بواسطه وساطات خارجيه اما من الاداره الامريكيه او الاتحاد الاوروبي او البعثه الامميه او حتى الوساطه الوطنيه. طيب محمد، توازيا مع حاله المراوحه السياسيه هذه، ماذا يحدث في الشارع؟ يعني هل عادت الحركة إلى طبيعتها يعني من خلال مشاهداتك؟ نعم، تسابيح نستطيع القول بأن يعني الحركة في صباح الخرطوم ونحن قادمون إلى هذا المكان لتنفيذ هذا المباشر، نستطيع أن نقول أن حركة المركبات العامة والمواصلات هي تسير بصورة طبيعية في مناطق محددة، كما أن المحال التجارية المتعلقة بالمواد التموينية وأيضا أسواق الخضروات هي أيضا تعمل بصورة طبيعية. فيما يتعلق بالمؤسسات التعليمية، الجامعات هي لا تعمل حتى الآن، المدارس أيضا هي لا تعمل حتى الآن، المصارف هنالك يعني فروع عمل جزئي عملها حتى اللحظة طبيعي، وهنالك فروع أيضا يعني لا تعمل الآن. وبالتالي نستطيع القول أن مسألة النظر إلى مسألة العصيان ومدى نجاح هذه العصيان هي مسألة نسبية حتى الآن. من الخرطوم الزميل محمد عثمان، شكرا لك محمد حتى اللحظة على ما أطلعتنا عليه من معلومات. وكانت وكالة بلومبرغ كشفت عن اقتراب الجيش السوداني والسياسيين من اتفاق جديد لتقاسم السلطة، ولفتت إلى إحراز تقدم في المحادثات بين قائد الجيش عبد الفتاح برهان ورئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك، رغم أن الاختلافات الرئيسية لا تزال قائمة. بوادر تفاؤل تحيط بالأزمة السودانية رغم كثرة العراقيل والاختلافات، حيث كشفت وكالة بلومبرغ عن اقتراب الجيش السوداني والسياسيين من اتفاق جديد لتقاسم السلطة، ولفتت إلى إحراز تقدم في المحادثات بين قائد الجيش عبد الفتاح برهان ورئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك وحركات المسلحة موقعة على اتفاق السلام، إلا أن الوكالة أكدت في الوقت ذاته على أن الاختلافات الرئيسية لا تزال قائمة، وأوضحت أن البرهان يعتبر وجود حمدوك في الحكومة الجديدة التي يريد تشكيلها مفتاحا لكسب المصداقية في الشارع. من ضمن المقترحات قيد المناقشة التي نقلتها بلومبرغ، منح حمدوك صلاحيات أكبر لكن مع حكومة جديدة أكثر قبول بالنسبة للجيش، ويشترط المقترح ذاته أن يكون الجيش مسؤولا عن مجالس الأمن والدفاع التابعة للحكومة بموجب الاتفاق، فيما المناقشة مستمرة حول تشكيل مجلس سيادي جديد برئاسة البرهان. يأتي ذلك في وقت يصر رئيس الحكومة المقال على الإفراج عن جميع المعتقلين وعودة حكومته إلى عملها كحل للأزمة. من جهته توقع الممثل الخاص للأمم المتحدة فولكر توقع أن تتضح ملامح الصفقة في الأيام المقبلة، مشددا على ضرورة العودة إلى مراحل الانتقال السياسي كما كانت قبل 25 من أكتوبر. هذا ولم يعلق ممثل الجيش على ما نقلته الوكالة عن مطلعين على المفاوضات. ووضع الجيش حمدوك في الإقامة الجبرية منذ 25 من أكتوبر، كما اعتقل الكثير من وزرائه قبل أن يعلن قائد الجيش حل مؤسسات الحكم الانتقالي التي شكلت بالشراكة بين الجيش والمدنيين عقب إسقاط نظام البشير. إذن مشاهدينا، حول ذلك من الخرطوم ينضم إلينا اللواء الركن الدكتور محمد نعمة الله، الباحث في الاستراتيجيات والدراسات المستقبلية. أهلا بك معنا ساعة اللواء إلى هذه الساعة من الحدث. وهل وافق البرهان حتى اللحظة على إطلاق سراح المعتقلين شرط دكتور عبد الله حمدوك للعودة لرئاسة حكومة تكنوقراط؟ شكرا تسابيح، شكرا لك ولمستمعيك المشاورة. أنا أفتكر الملخص بتاعكم كان رائع جدا. المشاورات تتراوح مكانة من ناحية شروط حمدوك في أنه إطلاق سراح المعتقلين، أنا أفتكر كانت في إجابة، ما في إجابة الآن ظاهرة، لكن كان في إجابة سابقة أو مسبقة اللي هي
القائد العام للقوات المسلحة قال ما تم اعتقالهم تم اعتقالهم بموجب قانوني محدد، وستشكل لجنة قضائية للبت في أمرهم. من كان يعني عليه تهمة يحاسب، ومن لم تكن عليه تهمة. طيب طبيعة التهم صراحة. إن كانت لديك أي معلومات دكتور نعمة الله. أنا حقيقة ليس لدي معلومات كاملة، لكن التحليل أنه لا يمكن أن تعتقل عضو مجلس سيادة وتعتقل وزراء في حكومة ورؤساء أحزاب دون أن يكون هنالك مبرر. الشاهد أنه هذه القرارات كانت نابعة من هو أنا أفتكر أنه الاتفاق التم بين الممثل الأمريكي والقائد العام للقوات المسلحة وحمدوك بأن يتم حل مجلس السيادة ومجلس الوزراء في وقفة واحدة. يقف القائد العام يحل مجلس السيادة، يقوم رئيس الوزراء يحل مجلس الوزراء، وبالتالي كان الموضوع كما هو. لكن يبدو أنه في آخر لحظة السيد رئيس الوزراء يعني طلب مهلة أكثر ليناقش هذا الأمر بالرغم أنه تم الاتفاق عليه. هنا برزت قضية خطيرة جدا اللي هي نحن بنسميها قضية التحذير الاستراتيجي. والتحذير الاستراتيجي هي اللمبة الحمراء، هي الإنذار المبكر للقائد العام أن هنالك ثمة ما يجري لتهديد الأمن الوطني السوداني. ولذلك حالة الطوارئ تجاوزت كل القوانين تضع الأمن الوطني السوداني في حفظ، وده كان طبيعي جدا. طيب لماذا لم يتم توضيح يعني ما هي هذه الأمور التي تحدث تحت الطاولة وتعتبر بالنسبة للجيش السوداني هي مهدد للأمن القومي؟ هذا أنا كباحث في الاستراتيجية بفتكر أنه ده تحليل استراتيجي قد لا قد لا يكون صحيح، لكن لا أتوقع أنه يتم اعتقال عضو مجلس سيادة ويتم اعتقال وزراء ورؤساء أحزاب دون مبرر. ولماذا ديل بالذات؟ يعني إذا حنتكلم عن أحزاب ليه ديل عندهم آخرين في الأحزاب؟ إذا حنتكلم عن كوزراء هنالك وزراء آخرين، فبيبقى يعني هذا تحليل. طيب انا كباحث في الاستراتيجيه بفتكر انه النقطه بتاعه الانفجار القائد العام اتخذ قرار يعني مجبر عليه، لانه لو كان الاتفاق اللي تم مع الدول الامريكي انه رئيس مجلس السياده يحل مجلس السياده وهو يحل مجلس الوزراء ما كان حصل اي حاجه، كان الموضوع عادي جدا وتغيير عادي كما قاعد يحصل في كل الحكومات. هذه الحكومة أخذت من الزمن ما يكفيها وفشلت بقرار هنا يعني باعتراف وباعتراف كل السودانيين. هذه الحكومة فشلت، إذن خلونا نغيرها وخلونا لا نجرب المجرب. إذن اتخاذ قرار الـ 25 أكتوبر كان قرار صعب، لكن كان ينبغي أن يتخذ في ظل التحذير الاستراتيجي. تحذير الاستراتيجي يعني تهديد الأمن الوطني. تهديد الأمن الوطني توقف كل القوانين وكل الدساتير تجاهه. طيب لكن اسمح لي يعني دكتور نعمة الله، يعني إجراءات 25 من أكتوبر فهم وقتها أنها تنفيذ لخارطة طريق واضحة، الآن هنالك بطء وارتباك في الإجراءات، يعني هل كانت هذه الإجراءات متعجلة؟ يعني كيف يتم حل مجلسي السيادة ومجلس الوزراء وإعادة التفاوض مع دكتور عبدالله حمدوك، الحديث عن المفاوضات مع لجان المقاومة واعتقال عدد من النشطاء في لجان المقاومة، إطلاق سراح رموز نظام البشير وإعادة اعتقالهم بعد ساعات، يعني هنالك ارتباك في هذه الإجراءات حتى من قبل الجيش أو هكذا فهم؟ نعم هنالك خارطة الطريق، لكن أنت تعرفي تماما يعني أخلاق السودانيين وعلاقات. خارطة الطريق كانت واضحة في أنه أصلا ده كان اتفاق بيناتهم. حمدوك يعني طلب مهلة، الزمن ما كان بيكفي، وبالتالي
كان القرار أنه يتم ديل ويتم تشكيل مجلس السيادة من جديد، يتم تشكيل مجلس الوزراء من 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 كفاءات مستقلة. أول ما تعين كفاءات مستقلة ذلك يعني أن هنالك ليست هنالك حاضنة سياسية تضغط على رئيس مجلس الوزراء ولا تضغط على الحكومة، وكان هذا هو الحل. طيب وأين نقطة الوسط في الإجراءات القائد؟ تفضل دكتور نعمة. نقطة الوسط هي الوساطات الآن. نعم نقطة الوسط هي الآن الوساطات، ولكن الدائرة. المسافات بعيدة يعني كان الشروط متباينة جدا، القول أن حكومة التكنوقراط ستمثل كل السودان من قبل البرهان يقابل باشتراط حمدوك أن تشكل هذه الحكومة بالمشاورة مع المكونات السياسية مع قوى الحرية والتغيير التي أيضا اشترطت أن تعين هذه الكفاءات المستقلة من قوى الحرية والتغيير. يعني أين نقاط الالتقاء؟ هو حقيقة الإشكالية قوى الحرية والتغيير أيهم؟ ما هي دي القضية يا إخوة؟ قوى الحرية والتغيير الميثاق الوطني ولا قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي؟ قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي لا زال متمترس عند رأيه، وحتى اللجنة السباعية التي كان يرأسها يعني الرئيس مجلس الوزراء لم يعينوا حتى يعني أعضاءهم، فهنا على موقف واحد. إذا خلينا نسأل يعني قد أنت تشاور، لكن حل هذه الأزمة عدم إشراك السياسيين في الحكومة الانتقالية، وده حل وافي. المسألة الثانية، ما تحدثنا عن 30 أكتوبر. أنا بفتكر 30 أكتوبر كانت نقطة فارقة وكان رأي واضح للشعب السوداني في رفض الإجراءات التي اتخذت. ولكن لماذا الرصد؟ أنا دي بسميها الصورة المعكوسة، يعني متخذ القرار والقائد العام كان يتوقع أن يتجاوب كل الشعب السوداني مع هذه القرارات، لكن ظهرت صورة معكوسة، وهذه مسألة طبيعية. خلينا نعدل الصورة. الصورة المعكوسة ما هو عنوانه كان علم السودان وليس علم أي حتة تانية، ولا حرية وتغيير ولا حزب أمة ولا خلافه. طيب. عنوانه كان حكومة مدنية. إذن الآن القائد العام يمشي في إرادة الشعب السوداني بتكوين حكومة مدنية، وليتفرق الإخوة السياسيين. فضلينا سنة من الانتخابات. المؤشر الوحيد الذي يسمح لأي جهة مدنية بتنسم السلطة هي الانتخابات. دعونا نذهب للانتخابات، دعونا الفترة البسيطة دي نجهز للانتخابات. الانتخابات عايز زمن. طيب ولكن يعني قبل الوصول إلى الانتخابات لابد من حكومة تدير ما تبقى من الفترة الانتقالية، وهذا يثير تساؤل، ما هو السقف الزمني لعملية التفاوض بين الجيش ودكتور عبد الله حمدوك؟ السقف الزمني أنا أفتكر ما في تاني بعد كده أي وقت لمجاملات. عبد الله حمدوك مرشح، إذا لم يوافق أو وضع شروط ليست في الاتجاه بتاع تكوين حكومة تقنرات، فلنتجاوز عبد الله حمدوك والسودان حوا وايلة. أنت الآن من السودان موجودة هناك دي كفاءات، وغير كثير جدا في المواقع بتاعت العالم. نحن بيننا العالم ده كله، الشعب السوداني يزخر بكفاءات. فأول حاجة نحن من ناحية استراتيجية بنفتكر أنه الخيار الوحيد ده أبلد خيار. أنت دائما ينبغي أن تضع عدة بدائل، ولذلك ما يكون بديلنا حمدوك بس. نعم هو يعني على كل الأولوية، لكن سيكون هنالك وجهة نظر أخرى للحرية والتغيير بعد قليل. لنقف أين هي المشاورات، وصلت ماذا عن الشروط، وهامش حتى المرونة في هذه الشروط من قبل دكتور عبد الله حمدوك. حتى اللحظة من الخرطوم ضيفي اللواء الدكتور محمد نعمة الله الباحث في الاستراتيجيات والدراسات المستقبلية، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. بعد قليل في استوديو الحدث أيضا مشاهدينا، استعدادا لمواجهة محتملة مع إيران، تدريبات عسكرية إسرائيلية أمريكية مشتركة.
من المخطط ومن المدبر؟ من فتح باب المواجهة في هجوم بن قردان الإرهابي؟ كانت من أعنف الهجمات الإرهابية في تونس. تحالفات إرهابية بين إخوان تونس وإخوان غرب ليبيا. وعلاش بيحبوا شعب الأبحاء؟ شنو اللي خايفين منه؟ شنو اللي يحبوا يخبوه؟ هل كان بالإمكان تجنب دخول مرحلة المواجهة المسلحة؟ وزارة الداخلية على علم بهجوم وشيك على مدينة بن قردان، ما تمش للأسف الشديد الاستجابة لها. ومن المسؤول عن المخاطر الإرهابية في تونس طيلة السنوات الماضية؟ هناك في بعض المناطق وجدت ما يسمى بشرطة سلفية في 2011 و2012. بن قردان، إمارة داعش الضائعة، مهمة خاصة. السبت 9:30 على شاشة العربية. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. من جديد مشاهدينا، ونواصل النقاش حول ما يحدث في الخرطوم، المراوحة السياسية والأخبار المتضاربة حول قبول حمدوك أو عدم قبوله للعودة لرئاسة حكومة مدنية. حول ذلك من الخرطوم ينضم إلينا الدكتور عبد الحليم تيمان، مساعد رئيس حزب الأمة القومي وعضو مجلس التنسيق والقيادي في قوى الحرية والتغيير. أهلا بك معنا دكتور عبد الحليم. وقبل ساعة من الآن بعض المصادر قالت أن حمدوك قبل العودة بشرط إطلاق سراح المعتقلين من وزرائه. الآن أخبار أخرى ومصادر أخرى تقول أنه لا اتفاق حتى اللحظة وحمدوك لم يقبل بذلك. أين الحقيقة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً الواضح من أول يوم الدكتور عبدالله حمدوك كان لديه شروط واضحة بأن من أجل العودة إلى الحكومة، أولا أن يتم إعادة الوضع إلى ما كان عليه في يوم 24/10 وإطلاق سراح كافة المعتقلين. وبالتالي هذه الشروط إذا ما تم إحراز تقدم فيها فهو سوف يعود. لكن الحقيقة أن الأمر في رأيي أن يكون أيضا له علاقة بالحرية والتغيير، لأن الدكتور عبد الله حمدوك طبعا لابد أن يأخذ موافقة القوى السياسية. طيب، يعني سأأتي دكتور عبد الحليم على هذه النقطة تفصيلا، ولكن قبلا دعنا نؤكد أو ننفي الأخبار التي تتحدث عن قبول حمدوك العودة لرئاسة حكومة تكنوقراط شرطة إطلاق سراح وزرائه. يعني هل قبل حقيقة؟ أولاً هذه الأخبار طبعاً تعلمين أن الدكتور عبد الله حمدوك هو في الإقامة الجبرية ولا يجري اتصالات، وكل ما الآن الموجود هو جهود وطنية
وجهود خارجية تعمل من أجل نزع فتيل الأزمة. وهنا نحن نشكر كل الدول التي ساندتنا وكل العالم الذي وقف معنا، ونشكر لهم جهودهم، ونؤكد مرة أخرى أننا كسودانيين سوف يعني نتمكن من تجاوز هذه الأزمة بجهودنا وبأعمالنا، وهناك أكثر من جهد وطني مستمر في هذه اللحظة. لكن تقريب وجهات النظر يحتاج أيضا إلى تلبية الشروط. طبعا المكون السياسي دوره مهم، وحمدوك ذكر أنه في انتظار موافقة القوى السياسية حتى يعود. وتعلمين طبعا التكوين الذي يحكم الفترة الانتقالية، حمدوك طبعا مسؤول عن الجهاز التنفيذي، لكن الحرية والتغيير هي الحاضنة السياسية وعليها تقع المسؤولية السياسية، وبالتالي دورها مهم. والحاضنة السياسية والمكون السياسي هو الذي يوفر الغطاء السياسي للفترة الانتقالية. طيب. وبالتالي اليوم طبعا هناك أخبار بإذن الله سوف يتم اجتماع لرؤساء الأحزاب والتكوينات السياسية من أجل بلورة رؤية لتوحيد القوى السياسية. طيب هذا كان سؤالي، إنه البارحة كان هنالك بيان أوضح فيه حزب الأمة أن هنالك مشاورات تتم مع جناح الإصلاح، تحديدا مع حاكم إقليم دارفور مني أركوم الناوي، للملمة شتات البيت الداخلي لقوى الحرية والتغيير. يعني ما تفاصيل ذلك دكتور عبد الحليم؟ طبعا مني أركوم الناوي أبدأ رغبة في العودة لتوحيد للعمل والانضمام إلى جهود توحيد قوى الحرية والتغيير، وهذا أمر جيد. ونرحب بكل الإخوة المواقعين على إعلان إعلان قوى الحرية والتغيير لإنجاز الاتفاق والتوافق بين كل المكونات، وهذا هدف أساسي وهو مطلوب من أجل أيضا حراسة الفترة الانتقالية وإدارة الفترة بما تبقى، خاصة أن هذه الأزمة نبهتنا إلى مواطن الخلل وأماكن الأزمات. وبالتالي المطلوب أولا توحيد القوى السياسية والقوى الثورة كلها من أجل حماية الثورة والوصول إلى التحول الديمقراطي، وتأتي هذه المجهودات في إطار أوسع. اليوم ربما سيكون هناك اجتماع لرؤساء القوى السياسية من أجل أيضا دفع الجهود في إطار توحيد القوى السياسية. نعود لمسألة الأزمة الموجودة وحكومة التكنوقراط وما إلى ذلك. نحن قد نبهنا وأشرنا من قبل أن الدستور الانتقالي كان قد أشار إلى تكوين حكومة حكومة كفاءات مستقلة. وبالتالي الدستور في نسخته الأولى قبل التعديل لم يكن متاحا للأحزاب السياسية أن تشارك، ولكن بعد اتفاق جبل السلام، وبما أن الموقعين على الاتفاقية السلام هم أيضا حزبيين، فتم تعديل الوثيقة الدستورية بما يسمح للقوى السياسية أن تشارك في هذه الحكومة من خلال محاصصات إسوة بأطراف السلام. وبالتالي أي حديث عن حكومة كفاءات يجب أن يتم النظر في التعديل الدستوري الحصل، إما أن يكون هناك توافق بين كل الأطراف بما فيها مكونات السلام للعودة بالعمل إلى ما كان عليه الدستور قبل التعديل، أو السماح لحمدوك بأن اختيار حكومة كفاءات وطنية في هذه الحالة حتى يسود مبدأ العدالة، حيث لا يجوز أن تحتفظ أطراف السلام بوزرائهم من السياسيين ويتم حرمان حرية التغيير. في هذه الحالة حمدوك له الحق في أن يختار من السياسيين ولكن بصفتهم الشخصية. أيضا هناك كيف من السياسيين بصفتهم الشخصية؟ يعني أوضح لنا هذه النقطة دكتور عبد الحليم. يعني السياسيين يمثلون أحزابهم. دكتور عبد الله حمدوك له نعم، لكن الحكومة السابقة كانت هذه الحكومة حسب الدستور يتيح إنه عبد الله حمدوك يعين حكومة يعني ترشحها قوى الحرية والتغيير. الترشيح يكون من قوى الحرية والتغيير. هذا ما جرى في الحكومة السابقة ووفق الدستور. في هذه الحالة
هؤلاء الوزراء الذين أتوا بمحاصصات وأتوا من أحزابهم وأتوا بقائمة وتم تقديمها للسيد الدكتور عبد الله حمدوك ووافق عليها كما هي. لكن في هذه المرة الدكتور عبد الله حمدوك سيختار من يراه مناسب من الأحزاب إذا سارت الأمور بحسب التعديل الدستوري الموجود. وفي هذه الحالة نحن كأحزاب إذا تم اختيار أي شخص فهذا يعتبر اختيار بصفته الشخصية وليس له علاقة بالحزب ولا الحزب مسؤول عن أدائه، فأدائه طيب. وعلاقته تكون مع دكتور عبد الله حمدوك. يعني سياسة تكنوقراط نحن نؤكد حسب ما أفهم منك. حكومة كفاءات وطنية، لأن التعديل الذي حصل بعد توقيع اتفاقية السلام في جوبا أن الدستور المعدل أتاح الفرصة للأحزاب طيب. للمشاركة، أما النسخة الأولى لم يكن متاحا، والناس الآن يتحدثون للعودة إلى النسخة الأولى بدون تغيير الدستور، وهذا يتطلب توافق من كل الأطراف بما فيها السلام للتنازل عن هذا الحق وترك الأمر إلى الدكتور عبد الله حمدوك ليختار حكومة كفاءات. طيب دكتور عبد الحليم اسمح لي هنا بالسؤال، يعني توافق على ذلك كل هذه الأطروحات التي تتحدث عنها الحرية والتغيير ويتحدث عنها حتى الجيش السوداني قدمت للوساطة، أين وصلت جهود الوساطة؟ ماذا عن المشاورات والمناقشات حتى مع المبعوث الأمريكي فيلتمان؟ طبعا المشاورات هناك طبعا الجزء الخاص بشروط الدكتور عبد الله حمدوك وذكرناها الآن. المكون أو قائد الجيش يتحدث عن واقع يجب التعامل معه، وفي هذه الحالة الرفض من كل المكونات السياسية بأن ما حصل هو انقلاب ومرفوض ويجب العودة إلى ما قبل 25 أو تحديدا إلى يوم 24. هذه هي الأزمة في أساسها، ونحن ننبه أن الذي حصل نحن كحزب أمة قد ذكرنا أن ما حدث هو انقلاب، وأن هذه الثورة هي ثورة عظيمة وهي وردة جميلة ويعني نسمة تسري في وجدان كل إنسان حر في العالم، ومن الصعب قتل الأمل عند الناس، وأي طريق في اتجاه حكم الناس بالديكتاتورية في السودان هذا عودة إلى الوراء ولن يتحقق، وسوف يعود السودان إلى مربع العزلة والمقاطعات الدولية، وسوف يتم نسف كل الإيجابيات التي حدثت، ولن يكون في مصلحة حتى العسكر أن تحكم دولة ينتشر فيها الفقر والمرض ويعيش في عزلة. هذا الأمر نحن اجتهدنا من أجل أن نخرج منه، وبالتالي هذا الانقلاب طريق مسدود، فأرجو من إخوتنا العسكريين العودة عن هذا الأمر، وبالتالي النقاش حول الوثيقة الدستورية، وبرغم كل العيوب التي موجودة في الوثيقة الدستورية نحن ليس لدينا ما هو أفضل من ذلك، علينا أن نعود إلى هذه الوثيقة وأن نعمل بهدوء وبحذر وصولا إلى المجلس التشريعي حتى تكون هي المحطة التي نطور فيها الدستور الانتقالي، الدستور الموجود إلى دستور انتقالي، وفي هذه الحالة هنا الجهد المطلوب من القوى السياسية. فإذا هذه الأزمة مسؤولية ثلاثة أطراف، الحكومة التنفيذية بقيادة عبد الله حمدوك، القيادة السياسية يجب أن تعمل من أجل توفير قدر من التوافق السياسي وإدارة المرحلة، الجانب العسكري يجب أيضا أن نعمل معه وفق المرجعية الموجودة في الوثيقة الدستورية، وهذا هو السبيل الوحيد، والعودة عن أي قرار أو تنازل عن أي شرط ليس فيه جرح كبرياء لأي أحد، لأننا نتحدث عن قضية وطن، نحن نتحدث عن أمل موجود لدى كل السودانيين، الثورة والسوار خرجوا من أجل شعارات ومطالب ولهم أكثر من سنتين. نعم، ونحن مسؤوليتنا أن نترجم هذه المطالب إلى أرض الواقع، أيضا نريد أن نجنب بلادنا الانزلاق نحو الفوضى، فالاصطفاف هو مضر بكل الأطراف. نحن ندعو الجميع للالتفاف حول الجهود الوطنية والخارجية، وندعو كذلك الدكتور عبد الله حمدوك للاستجابة أيضا إلى النداء الوطن بحسب شروطه، وكذلك القوى السياسية والمكون العسكري بأن يعملوا من أجل تجنيب البلاد أي مخاطر تهددنا وعدم الانتصار إلى الذات وتعلية مطالب المواطن على كل شيء الآن. وأنا أرى أن ذلك أمر ممكن،
يعني نعم. انتهى الوقت تماما، يعني تجاوزنا حتى الوقت. من الخرطوم ضيفي الدكتور عبد الحليم تيمان، مساعد رئيس حزب الأمة القومي وعضو مجلس التنسيق والقيادي في قوى الحرية والتغيير. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الحليم على ما تفضلت به من إيضاحات معنا على الحدث، أشكرك. بدأت قوة خاصة من مشاة البحرية الأمريكية المارينز تدريبات عسكرية في إسرائيل، هي الأولى من نوعها، وذلك استعدادا لمواجهة محتملة مع إيران بحسب ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية. شملت التدريبات سيناريوهات تحاكي استيلاء الإيرانيين على قنصلية أمريكية أو حتى إحدى السفن في المنطقة. تأتي تدريبات في إطار التغيير الأخير الذي أجرته واشنطن بربط إسرائيل بالقيادة العسكرية المركزية المسؤولة عن الشرق الأوسط. ووفقا للمصادر فإن قوات المارينز ستنتقل إلى الخليج بعد انتهاء التدريب. وقبل أيام أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز F-15 رافقت قاذفة حربية أمريكية عبرت فوق إسرائيل في طريقها إلى الخليج. كما بحث وزير الدفاع الإسرائيلي والأمريكي هاتفيا التنسيق بين منظومتي الدفاع في البلدين وجهود كبح التموضع الإيراني في المنطقة. من القدس تنضم إلينا زميلة جمانة خديجة. جمانة أهلا بك معنا في هذه الساعة من استوديو الحدث. وماذا في تفاصيل التدريبات للقوة الخاصة من المشاة البحرية في إسرائيل، هي الأولى من نوعها جمانة؟ هذا صحيح، هذا هو اليوم الثاني من هذه التدريبات التي ابتدأت الأمس، والتي تعتبر كما ذكرت الأولى من نوعها، حيث تقوم وحدة من المارينز، وحدة خاصة تدعى تاسك فورس 51، والتي تختص إن كان بالتدخل السريع للسيناريوهات الأكثر تعقيدا. هي تقوم بهذه المناورات مع وحدة الكوماندوز الإسرائيلية السرب 13، والتي تتم هذه المناورات في مدينة إيلات في البحر الأحمر. وبعد انتهاء هذه المناورات تعود إن كانت القوة المارينز إلى الخليج، وذلك لاستكمال هذا التدريب، والذي هو يتحدث عن إن كان مواجهة سيناريوهات شاملة تتحدث عن التصعيد الشامل مع إيران. ولكن التركيز الأمريكي في هذه المناورات هو إن كان هذا التصعيد سيشمل استهداف إن كان قنصليات أمريكية أو حتى يعني سفن في إطار هذه المواجهة. يجب الإشارة بأن التنسيق الأمريكي الإسرائيلي مستمر وهو لصيق. أنت تحدثت بأنه كان هنالك اتصال هاتفي بين كل من وزير الدفاع الإسرائيلي ونظيره الأمريكي، بالإضافة لهذا الاتصال وأيضا المرافقة الإسرائيلية إن كان للقوات الأمريكية في المنطقة. اليوم جرى وضع منظومة تدعى منظومة ندى السماء، وهي عبارة عن منطاد كبير يعني هو متطور أيضا بالقرب من شمالي إسرائيل، يقوم برصد إن كان التحركات لصواريخ من نوع كروز وأيضا للطائرات المسيرة المفخخة، والتي تحدثت إسرائيل بأنها تعتبر من أكثر المخاطر التي تعتبر أيضا خطوطا حمراء وأيضا خالة للموازين في المنطقة. هذا المنطاد أيضا جرى وضعه في إطار التنسيق الأمريكي الإسرائيلي، والذي تم العمل على تطويره خلال السنوات الماضية. طيب جمانة، قبل أيام كان هنالك إعلان من الجيش الإسرائيلي لطائرات حربية تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي رافقت قاذفة حربية أمريكية عبرت فوق إسرائيل إلى منطقة الخليج. يعني عن ماذا تتحدث التسريبات الإسرائيلية في الداخل هناك؟ هل من احتمال لمواجهة إيرانية قريبة؟ يعني لماذا كل هذا الزخم في النشاط والتدريبات والسيناريوهات التي تحاكي حقيقة بدء هذه المواجهات؟ يجب الإشارة بأن إسرائيل لطالما بحثت ووضعت خطة إن كان للمواجهة العسكرية مع إيران، وإسرائيل تعلم بأن الولايات المتحدة هي الوحيدة التي لديها هذه القدرة، لكن الولايات المتحدة اختارت عدم الذهاب في هذا المسلك العسكري، إنما الذهاب في المسلك الدبلوماسي عن طريق مفاوضات فيينا. ولكن الولايات المتحدة دائما وعدت إسرائيل إن كان بضمان تفوقها العسكري في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، الذي تجاوز
المجلة إن كان عن طريق التدريبات العسكرية الأخيرة وأيضا وضع هذا المنطاد، الأمر الذي سيحمي إسرائيل وسيحمي أمنها ومواطنيها وسيعطي إسرائيل يعني إن كان تفوق نوعي في المنطقة إن كان في كل ما يتعلق في منظومة الدفاع الإيرانية الجوية داخل الأراضي السورية، المسيرات وأيضا إن كان في متعلق في حرب السايبر. تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت بأنه بين كل من إسرائيل وإيران الآن تدار حرب باردة، وكل هذه الأمور تأتي في إطار الحرب الباردة التي تحاول إسرائيل التفوق بها. من القدس الزميلة جمانة خديجة، حتى اللحظة أشكرك جمانة على ما أطلعتينا عليه من معلومات، شكرا لك. من جانب آخر، أفادت وسائل أعلام النظام السوري بتنفيذ الطيران الإسرائيلي هجوما صاروخيا استهدف منطقة بريف دمشق، حيث مستودعات أسلحة ومقار لميليشيات إيران والفرقة الرابعة وفق ما أوضح المرصد السوري. وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري أكدت تسجيل خسائر مادية في الغارة الإسرائيلية. من مدينة كوفنتري البريطانية ينضم إلينا سيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك معنا رامي في هذه الساعة، وفي أي جغرافيا من الريف الدمشقي تركزت هذه الغارات؟ نعم صباح الخير. طبعا صباح النور. في منتصف الطريق ما بين دمشق والجولان المحتل في منطقة زاكية تحديدا وفي محيطها يوجد هنجارات للفرقة الرابعة جنوب غرب دمشق، وأيضا هذه الهنجارات هي التابعة لحزب الله، هي عمليا للفرقة الرابعة في قوات النظام، ولكن هي تستخدم من قبل حزب الله والإيرانيين. لكن إذا ما كان الهدف حقيقة الأمر هدف الإسرائيلي هو تدمير هذه المستودعات، فمن القصف الصاروخي ومن شدة الانفجارات يوحي بأنه لم يكن هناك أي أسلحة مخزنة داخل هذه المستودعات، إلا إذا كان الهدف هو هدف أمني وجرى تدمير تلك المنطقة لوجود عناصر لم نتمكن حقيقة الأمر من توثيق إذا ما كان هناك قتلى، لأن المستودعات كانت فارغة، لم يكن هناك انفجارات كبيرة بعد الاستهداف الإسرائيلي. قد يكون هناك معدات ليست متفجرات في هذه المستودعات تابعة لطائرات مسيرة يجري تخزينها في تلك المنطقة، لكن في النهاية هذه المستودعات التي استهدفت هي شكليا تابعة للفرقة الرابعة، ولكن عمليا هي تابعة لحزب الله والإيرانيين المتواجدين في تلك المنطقة التي تبعد عن الجولان المحتل نحو 22 كيلومتر لا أكثر. طيب رامي، كثافة هذه الغارات في الأيام القليلة الماضية والتي تستهدف مواقع لميليشيات إيرانية هناك، هل تعكس تفاهم روسي إسرائيلي تم هناك في مباحثات سوتشي؟ يعتقد بأن منذ بداية العام ومنذ بدأ القصف الإسرائيلي على سوريا هناك تفاهم روسي إسرائيلي بشكل قطعي. نتحدث نحن في هذا العام لوحده عن 23 مرة جرى استهداف الأراضي السورية، استهدفت 64 هدفا، في كل غارة يكون استهداف في أكثر من منطقة في بعض الأحيان. يعني عندما لم يكن هناك تفاهم روسي إسرائيلي لما كانت هذه الغارات لتعم الأراضي السورية، وبشكل أخص في دمشق ومحيطها كان النصيب الأكبر من الغارات الإسرائيلية لدمشق ومحيطها. وعندما تخرج علينا حميميم ووزارة الدفاع الروسية أو القيادة في حميميم وتقول بأن النظام أسقط الصواريخ الإسرائيلية وأن الصواريخ الإسرائيلية لم تحقق أهدافها، حققت أهدافها مثل الضربة التي كانت قبل أيام، هي دمرت شحنة أسلحة تابعة لحزب الله في شمال غرب دمشق كانت في طريقها إلى لبنان، لم تتمكن من الوصول إلى لبنان من تلك المنطقة من الأراضي السورية. بشكل قطعي هناك تفاهمات وهناك تنسيق روسي إسرائيلي لاستهداف إيران وحزب الله داخل الأراضي السورية. وتوازيا مع هذا التنسيق هنالك تدريبات لقوة خاصة من مشاة البحرية الأمريكية تحدث لأول مرة في إسرائيل، هل هذا يعكس الاستعداد لمواجهة قادمة قريبة مع إيران؟ مع إيران، إيران هي متجذرة داخل الأراضي السورية، إيران هي موجودة من نتحدث نحن من جنوب غرب دمشق ونتحدث عن الحدود السورية العراقية، كل هذه الجغرافيا يوجد فيها إيرانيين، يوجد فيها خلايا موارد إيران في تدمر عندما استهدفوا قبل أيام أيضا وقتل 9 بينهم 4 من الحرس الثوري الإيراني و5 من الجنسية السورية يعملون لصالح حزب الله. هذا يدل بأن إيران موجودة على كامل التراب السوري في مناطق سيطرة النظام، وهي تنفذ عمليات خاصة فيها ومواقع
التمركزات خاصة بإيران لحرب إيرانية وليس لخدمة الشعب السوري. من مدينة كافنتري البريطانية السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإيضاحات. كذلك رامي أشكرك. كشفت صحيفة جيروزاليم بوست عن أن روسيا تلعب دورا كبيرا لصالح تل أبيب في إضعاف الوجود الإيراني المتزايد في سوريا، وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل باتت تعول على موسكو للعمل من أجل إخراج إيران وميليشياتها من سوريا بسبب النفوذ الروسي الكبير، حيث أن روسيا سمحت للطائرات الإسرائيلية بالحفاظ على حرية التحرك فوق الأجواء السورية. كما أن رئيس النظام السوري بشار الأسد يصغي إلى موسكو عندما يتعلق الأمر بأي مطالب خارجية، وهو ما جعل روسيا القوة الرئيسية التي يجب التحدث معها حول أي تحركات داخل سوريا. الصحيفة أشارت إلى أن الملف السوري كان حاضرا خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي الشهر الماضي، وهو لقاء الذي وصفه رئيس أو وزير البناء والإسكان الإسرائيلي بأنه كان دافئا بشكل استثنائي، والذي اتفق خلاله الزعيمان على استمرار سياسة إسرائيل في سوريا بما في ذلك الضربات الجوية. رجحت الصحيفة أن يكون بوتين وبنت اتفقا على العمل معا لإخراج الميليشيات التابعة لإيران من سوريا، حيث تعمل إسرائيل على تبديد أحلام طهران بالهيمنة الإقليمية وإقامة قاعدة أمامية ضد إسرائيل وفق الصحيفة. يتشارك الجانبان في هذا الهدف الذي يعتبر بالنسبة لإسرائيل مسألة حياة أو موت، أما بالنسبة لروسيا فهو مسألة هيبة وفرض نفوذ بشكل منفرد في سوريا. حول هذه التفاهمات الأخيرة الإسرائيلية الروسية في الجغرافيا السورية، أرحب بضيفي من موسكو المحلل السياسي السيد إيفغيني سيدروف. سيد سيدروف، أهلا بك معنا في هذه الساعة من استوديو الحدث. وماذا وراء التفاهمات الواضحة الروسية الإسرائيلية في سوريا مؤخرا؟ نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. مساء النور. أنا أعتقد بأن ما يقال ويتردد من الأنباء حول هذه التفاهمات أمر مبالغ فيه لدرجة معينة. الدليل على أن الأمر ليس ببسيط كما يبدو من الوهلة الأولى فيما يتعلق بأن هناك سماحا من قبل روسيا لتصرف حر للقوات الإسرائيلية، لا سيما في غاراتها على مواقع حزب الله ومواقع تابعة للميليشيات الإيرانية، لا أعتقد بأنها مقنعة. وهناك من جهة أخرى نرى أن روسيا وحتى الولايات المتحدة سبق وأن عبرتا عدة مرات عن عدم رضاهما أو حتى عن استيائهما للغارات الإسرائيلية التي في بعض الأحيان وحتى في أحيان كثيرة لا تقوم على ذرائع مقنعة بالنسبة للطرفين موسكو وواشنطن. كما أن هناك دليل آخر على أن روسيا تنسق الآن مع الولايات المتحدة كل ما يتعلق بالتوتر السائد بين إسرائيل وإيران، لا سيما في الفترة الأخيرة. آخر مثال على ذلك ما جرى يوم أمس، كان هناك لقاء بين مدير CIA وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ومدير الاستخبارات الخارجية الروسية في موسكو، وهذا اللقاء جرى بطلب من الولايات المتحدة. أجندة رسمية معلنة لهذا اللقاء مكافحة الإرهاب، ما يدل برأيي على أن الملف السوري والإيراني والإسرائيلي كانت بين أهم مباحث بين الطرفين. وبالتالي أنا أعتقد بأن روسيا والولايات المتحدة ربما تحاول التنسيق فيما بينهما للضغط ولتقوية الضغط على إسرائيل من جهة وعلى إيران من جهة ولكن أخرى، حتى لا يعمل هذين الطرفان. اسمح لي سيد سيدروف أن موسكو اليوم تقوم بدور ضاغط على إيران لصالح تل أبيب ويضعف حتى من الوجود الإيراني المتنامي في الأراضي السورية. ليس هذا الخبر بجديد، لأن لا يخفى على أحد أن روسيا كانت دائما تضغط على إيران فيما يتعلق بتخفيف تواجدها سواء في سوريا اليوم أو في مناطق أخرى. الجديد سيد سيدروف أن الحديث ليس فقط تخفيف الوجود الإيراني، ولكن إنهاء هذا الوجود في إطار صراع النفوذ اليوم بين موسكو وبين طهران، أيهم يسيطر على الجغرافيا السورية؟
أنا لا أعتقد بأن يمكن أن يدور الحديث هناك عن إنهاء الوجود الإيراني، لأن هذا سوف يدمر أو يخرب الاتفاقات والتفاهمات الروسية الأمريكية الروسية الإيرانية في إطار منصة أستانا، وهذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لموسكو. لو تصورنا أن روسيا تسعى يعني على روسيا الأشهاد لإنهاء الدور الإيراني، فلن يبقى من منصة أستانا شيئا، وهذا ما سوف يمكن أن يضر كثيرا بمخططات روسيا فيما يتعلق بالتطورات في سوريا، لا سيما فيما يتعلق بعملية سلمية وعملية السلام التي لابد من أن تنطلق برأي روسيا في أقرب وقت ممكن. ودور إيران هنا كطرف مويد لجهود روسية ربما من خلال التصريحات، هذا الأمر يعني ليس له أهمية مبدئية، هو بالنسبة لموسكو دور مهم جدا. طيب، وبقراءة يعني سياسية لما يحدث هناك في سوريا، يعني ماذا عن الأسد؟ إن وضع في هذا أو وضع في هذه الخانة، الاختيار ما بين النفوذ الروسي أم أنه سيبقى في معسكر إيران ويسمح لها بترسيخ نفوذها في سوريا استعداد لأي حرب مستقبلية مع إسرائيل؟ الأكثر ترجيحا هو أعتقد اعتقاد بأن بشار الأسد سوف يحاول أيضا الحفاظ على توازنه في علاقاته مع موسكو ومع إيران من جهة أخرى، رغم أن هذه المهمة في غاية الصعوبة والتعقيد. ولكن من الخطأ برأيي الاعتقاد بأن رأس النظام السوري الآن يصغي إلى كل ما تمليه عليه موسكو، كما يستدل ذلك من التقارير العديدة التي وردت في الفترة الأخيرة. أنا أعتقد بأن هناك نوع من الاستقلالية في تصرف النظام، وليس بالضرورة أن يكون كل الخطوات التي سيتخذها النظام السوري يعني تعكس رغبة موسكو. طيب، وما هي رغبة موسكو هناك في الشمال السوري والتفاهمات الأخيرة الكردية الروسية أو التقارب الكردي الروسي الأخير الذي حتى دلل عليه من خلال سماح قوات سوريا الديمقراطية لدورية روسية بالعبور من مناطقها؟ نعم، بالإضافة إلى ذلك هناك يعني عدة دوريات روسية في هذه المنطقة برفقة ممثلي أو عناصر قوات سوريا الديمقراطية. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن روسيا ما زالت تبذل المزيد من المحاولات لإقناع قسد بضرورة إيجاد تفاهم ما مع النظام، وهذا من جهة. من جهة أخرى بطبيعة الحال قسد الآن يعني ربما خيبت أمالها فيما يتعلق بالدور الأمريكي، وهي ربما تخشى من انسحاب الولايات المتحدة قريبا وبشكل نهائي من سوريا في ربما مستقبل منظور. من موسكو المحلل السياسي السيد إيفغيني سيدروف، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات التي تفضلت بها معنا، أشكرك. وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مراقبة النشاط النووي الإيراني بالطيران وسط السحب الكثيفة، مضيفا أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر طويلا وأن المسألة يجب حلها بأي شكل من الأشكال. وأعرب غروسي عن أمله في العودة إلى إيران قريبا لإجراء محادثات مع مسؤوليها لإحياء قدرة الوكالة على مراقبة الأنشطة النووية. ولفت غروسي إلى ضرورة تقديم طهران لضمانات إن كانت تسعى لتحقيق أهداف سلمية لبرنامجها النووي بحسب تعبيره. وكانت إيران قطعت وصول مفتشي الوكالة إلى معلومات كاميرات المراقبة المثبتة في مواقعها النووية منذ مارس من العام الماضي. أدت الشائعات ونظريات المؤامرة حول لقاحات كورونا وتأثيراتها الجانبية إلى تخزين الكثير من الجرعات في إدلب، رغم أن هذه المحافظة السورية تعد واحدة من أكثر الأماكن عرضة للعودة أو للعدوى في العالم بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست. فمع بدء وصول كميات كبيرة من جرعات اللقاح أبريل الماضي، انتشرت نظريات المؤامرة على وسائل التواصل الاجتماعي محذرة من أن اللقاحات القادمة من بريطانيا والصين إما قاتلة
أو أداة في مؤامرات أجنبية، ما جعل الناس تحجم عن الحصول على التطعيم. في أغسطس الماضي بدأت الإصابات تزداد بعد سماح للسوريين المقيمين في تركيا بزيارة إدلب، حيث أحضر الزوار معهم المتحور دلتا سريع الانتشار بحسب ما نقلت الصحيفة عن أطباء في المحافظة. وبدأ يتسابق الفيروس في الانتشار عبر مئات المخيمات المكتظة بالنازحين، ويشعر مسؤولو الصحة بالقلق من أن الأزمة يمكن أن تتفاقم مع اقتراب فصل الشتاء وإجبار سكان المخيم على البقاء في الداخل، خاصة أن مشافي إدلب غير مجهزة بشكل كبير وتخلو من أجهزة تهوية كافية. إذن مشاهدينا، اليمن وما يحدث في أربيل وأردوغان وصحته، وأيضا إثيوبيا والتطورات هناك، عناوين قادمة في ساعتنا القادمة أيضا، ابقوا معنا. قنصل عام أسبق في الممثلية الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة، ورئيس أسبق لدائرة العلاقات العامة والمراسم في وزارة الخارجية العراقية. كيف كان التعامل مع المخاوف المشتركة لدى بغداد والقاهرة مما يمكن أن يوصف بالتغلغل الإيراني في القارة الإفريقية؟ مثل بلاده في كل من فيتنام واليونان ومصر. رئيس صدام عندما قام مجلس التعاون العربي أصدر أمر أنه لا يكون هنالك أي مسؤول عراقي مسؤول عن أي تنظيمات في الوطن العربي، والرئيس مبارك استدعاني وأطلعني على التقرير المرفوع من المخابرات المصرية، قرأته بالكامل. نبيل نجم، السفير العراقي الأسبق لمصر. مصر كانت معنية أيضا، كان في محاولات إيرانية لاختراقها. الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. نهزمنا من القصف ونهزمنا من الطيران والحجينة هين. سألوا كم يتساقط علينا، ما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال فارون من الجحيم، باحثون عن المجهول. الحقائق لا تأتي في خبر مجرد، بل تغلفها طبقات من الغموض الكامن في الوقائع، الخلفيات والتداعيات، والكشف عنها مغامرة شيقة يتطلب الغوص في أعماق الحدث وقراءة ما بين السطور. 19:00 اكتشف ما بين السطور، من الأحد إلى الخميس على شاشة الحدث. هل ستكون هناك ضربات أمريكية على هذا الفصيل؟ قضية سداح مداح، وراح نرجع للفوضى والديكتاتوريات والأمور الأخرى. مش هنقدر نخليها تمر هذه الكلمة مرور الكرام. إيران فيها مشاكل عدة، وهنا نتحدث أن العراق يقع بين نارين، نار الميليشيات ونار داعش. نحن في بلد الغرائب والعجائب في لبنان. أنا شاعر، بيتي شاعر، العالم كله شاعر. ما صرف اليوم من أموال في البومبان هو قمع لحرية الشعب السوداني، والثورة مستمرة. We'll be right back.
مصادر تكشف موافقة حمدوك على العودة لقيادة الحكومة بشروط وأخرى تنفي. قصف إسرائيلي لمنطقة تعج بأسلحة ميليشيات إيرانية، وتل أبيب تعول على روسيا لإخراج إيران من سوريا. الخارجية الأمريكية تؤكد إرهاب حزب الله وتنفيذه أجندة إيران الخبيثة في المنطقة. ارتفاع حالات التسمم في ميسان إلى أكثر من 440 حالة، والسلطات تحيل نتائج المختبرات إلى القضاء. مشاهدينا إلى الساعة الثانية استديو الحدث. بين تأكيد ونفي تضاربت الأنباء حول موافقة رئيس الحكومة المقال عبد الله حمدوك على العودة للحكومة، فقد نفى مصدر قريب لرئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك التوصل لاتفاق مع المكون العسكري. وكانت مصادر متطابقة ذكرت للحدث أن حمدوك وافق على العودة لقيادة الحكومة، وأضافت المصادر أنه اشترط أن تكون الحكومة حكومة كفاءات مستقلة. وأضافت المصادر للحدث أنه يريد أن تكون جميع المبادرات بمثابة خريطة طريق لحكومته. وأخيرا اشترط لقيادة الحكومة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. إلى اليمن، حيث أكد المبعوث الأمريكي الخاص لليمن في تغريدة على تويتر أكد أن الهجوم الوحشي للحوثيين على مأرب يعرقل السلام هناك، مضيفا أن عدم الاستقرار الاقتصادي يؤدي لتفاقم الأزمة الإنسانية، كما شدد على ضرورة إيجاد حل دائم لمسألة واردات الوقود عبر الحديدة واستئناف الرحلات الجوية التجارية إلى صنعاء. الله أكبر والحمد، ضربة موفق. الله أكبر، الله أكبر والله الحمد، الله أكبر. نحن اليوم في جولة لرصد تداعيات النزوح والتدفق المستمر للنازحين من بقية قرى مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب، وأيضا المهجرين من مخيمات النزوح التي قصفتها الميليشيا الحوثية، وتحديدا في مخيمات ذنة والروضة. إذن الميليشيا الحوثية هجرت عشرات الآلاف من النازحين من هذه المخيمات وأيضا من القرى في مديرية الجوبة. كما نلاحظ هذا التجمع للنزوح فقط 4 أيام، وقد ارتص هؤلاء النازحون في الصحراء الواقعة بمديرية الوادي. تقول الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أن ما بين 15,000 إلى 18,000 أسرة قد وصلت إلى هذا المكان. بالنسبة للنازحين الجدد هذولا لم تصلهم أي مساعدة منذ 4 أيام. جينا ورفعنا وتواصلنا مع منظمات، مع الوحدة التنفيذية. الوحدة التنفيذية هي صح لها تنسيق، لكن المنظمات ماشي في الوقت الحاضر ماشي حالة طارئة، ولا يصلهم أي دعم إلى الآن إلا دعم من مركز الملك سلمان حفظه الله، والباقي من أدواتهم التي كانت في قبل النزوح. لا زالت أدواتهم مرمية ولا معهم شيء إلا من معه من قبل أو مكانه أو بيته جاب شيله. أما المنظمات إلى حد الآن لم تدخل في أي مساعدة للنازحين. إلى الصحراء التجأ هؤلاء النازحون في محافظة مأرب بعد أن فقدوا كل شيء، هربوا من تجمعات النزوح التي كانوا يقيمون فيها جنوب محافظة مأرب. خرجوا أيضا من قرى مديرية الجوبة في جنوب محافظة مأرب. الصورة توضح أن الأدوات لهذه الأسر ما تزال مرمية، بعضهم استطاع أن يحمل الخيام الذين كانوا عليها في تجمعات النزوح، والبعض الآخر لم يجد شيء. وأيضا النازحون على
امتداد الخط العام الدولي الرابط ما بين محافظة مأرب ومحافظة حضرموت لا توجد أي تجمعات نزوح، وحتى هذا المكان الذي لجأ إليه النازحون لجأوا إليه بشكل فردي، ولم تقم أي منظمة دولية أو أي منظمة محلية بتحديد هذا المكان للنازحين للإقامة فيه أو تقديم المساعدات إليه. محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث من مديرية الوادي مأرب. ومن مأرب ينضم إلينا زميل محمود الحميدي. محمود أهلا بك معنا في هذه الساعة. وضعنا في صورة المشهد الإنساني هنالك في مخيمات النازحين، هل من أي استجابة إنسانية جديدة سجلت في هذا اليوم؟ نعم تسابيح، هنالك جهود إنسانية تبذلها السلطة المحلية في محافظة مأرب في محاولة جديدة لاستجلاب دعم النازحين لاستجلاب دعم المنظمات الإنسانية للنازحين في محافظة مأرب. الأرقام تتصاعد. السلطة الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أعلنت قبل أمس أن الرقم وصل إلى 54,000 هي موجة النزوح الأخيرة، ثم يوم أمس تقول 65,000، واليوم يزيد هذا العدد، وكل يوم تتضاعف أعداد النازحين وتتضاعف المعاناة الإنسانية. نقلنا بالأمس واقع أحد التجمعات السكانية هؤلاء النازحين، أحد التجمعات الفردية للنازحين في صحراء محافظة مأرب. هنالك واقع مرير في مدينة مأرب أيضا من تدفق النزوح وعدم وجود مساكن كافية لاستقبالهم. هنالك نازحون ما يزالون عالقون، لم يستطيعوا الخروج بسبب عدم توفر وسائل نقل لأدواتهم من هذه المناطق. هنالك مأساة إنسانية حقيقية. السلطة المحلية في محافظة مأرب أصدرت مساء الأمس بيانا قالت فيه أنها ستقوم بإنشاء 5 تجمعات للنزوح. هذه التجمعات إن توافق شركاء العمل الإنساني في المحافظة، اليوم هنالك اجتماعات كما أكدت لك، إذا توافق شركاء العمل الإنساني في المحافظة واستطاعوا توفير الخيام ومواد الإيواء للنازحين ستخفف كثيرا من الأعباء الإنسانية الإضافية على هؤلاء النازحين الذين ما يزالون يتوافدون إلى مركز محافظة مأرب وإلى صحراء مديرية الوادي هربا من قصف الميليشيا الحوثية في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب، وأيضا في مخيمات النزوح الواقعة في المنطقة الجنوبية لمأرب. طيب، وماذا عن ما يحدث في جبهات مأرب التصعيد الحوثي هناك؟ يعني ما آخر الأخبار التي تحصلت عليها محمود؟ محمود، طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال مع زميل محمود الحميدي. على كل شكرا لك حتى اللحظة على ما أطلعتنا عليه محمود بالمعلومات في هذه المداخلة. أعلنت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها سحب سفيرها من لبنان بعد تصريحات مسيئة لليمن، معتبرة تصريحات المسؤول اللبناني انحرافا عن الموقف العربي الداعم للشرعية اليمنية. وأكدت الخارجية أن اليمن سيستمر حكومة وشعبا بمواجهة المشروع الإيراني وميليشياته، ولن تكون إلا صمام الأمان للجزيرة العربية والمنطقة عموما. من جانبها أكدت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن حزب الله هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى مفاقمة أزمات لبنان بحسب صحيفة الجمهورية، مضيفة أن حزب الله منظمة إرهابية مكرسة لدفع أجندة إيران الخبيثة، وإن أنشطته الإرهابية وغير المشروعة تهدد أمن لبنان واستقراره وسيادته، مشيرة إلى أن حزب الله يهتم بمصالحه ومصالح إيران الراعية له أكثر من مصالح الشعب اللبناني. كما أوضحت أن فرض العقوبات على النائب جميل السيد ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري لم يتم بطريقة عشوائية، كما طالبت الحكومة والسلطات بمحاسبة الفاسدين لرفع الضرر عن المواطن اللبناني. من القاهرة ينضم إلينا سيد علي السراري المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء اليمني. أهلا بك معنا سيد السراري إلى استوديو الحدث. وقبل أن نتطرق إلى ما يحدث
في مأرب هناك، بداية استدعاء الخارجية اليمنية لسفيرها بلبنان على خلفيات تصريحات وزير الإعلام اللبناني. هذه الخطوة الآن كيف ينظر لها وإن كانت متوقعة؟ تحية لك وللجمهور الكرام. طبعا هذه الخطوة التي اتخذتها الخارجية اليمنية هي خطوة طبيعية وهي خطوة بالاتجاه الصحيح حقيقة، بأن صرنا نحن في اليمن نشعر بأن الوضع الرسمي اللبناني متورط فيما تتعرض له اليمن من عدوان حوثي ومن أعمال تدميرية وتخريبية يشارك بها حزب الله، الذي هو أيضا بدوره عضوا فاعلا في الحكومة اللبنانية. طبعا حزب الله هو الذي يدرب الجماعات الحوثية، ولديه خبراء موجودون في اليمن إطلاق الصواريخ وإطلاق الطائرات المسيرة ضد الداخل اليمني وضد المملكة العربية السعودية، وقد صواريخ والمسيرات صارت تحصد مئات الضحايا من الأطفال والنساء. هذه الجرائم التي تحدث في اليمن يتحمل مسؤولية حزب الله كما يتحمل مسؤولية الحوثيين، والحكومة اللبنانية لا تستطيع أن تبرئ ساحتها طالما أن حزب الله عضوا فاعلا فيها. أنا أعتقد بأنه لا نستطيع نحن أن نسكت إلى ما لا نهاية على هذا العدوان، وطالما أن حزب الله مصمم على أن يقوم بهذا الدور وأن يبقي أيضا مشاركته في الحكومة اللبنانية، في هذه الحالة لا نستطيع نحن أن نغض الطرف ويعني نستمر في الموقف الذي لا معنى له من أن حزب الله لا يمثل لبنان. فعلا حزب الله صار فعلا هو جهة رسمية لبنانية تشارك في العدوان على اليمن، وصارت هي المخلب الذي تسلطه إيران علينا وتسلطه على المنطقة كلها. ولهذا نعتقد بأن ما فعلناه هو عمل صائب وعمل يدخل في إطار الدفاع عن النفس، وطالما أن لبنان خرج بهذا الموقف على الإجماع العربي، أنا أعتقد أننا ينبغي أن يكون موقفنا أكثر قوة وأكثر حزما. الواقع أن المشكلة ليست في تصريح جورج قرداقي، ولكن جورج قرداقي هو مسؤول جورج قرداحي نعم، عبر عن انحياز وعن خروج لبنان من الإجماع العربي إلى الانحياز لصالح الحوثيين ولصالح إيران، ولهذا لا ينبغي لنا أن نسكت. يعني هذا جانب، جانب آخر اليوم ما يحدث في مأرب من تصعيد حوثي هناك يفاقم من الأزمة الإنسانية. تصريحات المبعوث الأمريكي يقول أن الهجوم يعرقل السلام، لماذا لا تترجم هذه الإدانة في إجراءات حاسمة تجاه الحوثي؟ مثل هذا التصريح سمعناه كثيرا من المبعوث الأمريكي إلى اليمن، وسمعناه من المسؤولين الأمريكيين أكثر من مرة، وتقريبا هو نفس الكلام لم يتغير. الذي يتغير في المشهد حقيقة هو التصعيد الكبير للحوثيين والمجازر والدماء التي تسقط بسبب هذا التصعيد. الأمريكيين يسمعوننا كلاما جميلا في الواقع، لكننا لا نجد أمريكا بقوتها وثقلها ووزنها تقف خلف تصريحات مسؤوليها. أعتقد أن هذه مفارقة، هي في الواقع جعلتنا لا نثق كثيرا بما يقوله الأمريكان، لأننا في الحقيقة نسمع كلاما إيجابيا لكننا نرى بعد ذلك تصرفات سلبية، مثل سحب التصنيف للجماعة الحوثية كجماعة إرهابية، والضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على التحالف العربي، بل وأيضا يعني نلاحظ بأنها يعني موقفها لم يتوازن بشكل كلي، لا تزال فعلا يعني مواقف الولايات المتحدة إما
فيها قدر كبير من نعم الغموض أو فيها قدر كبير من السلبية. من القاهرة سيد علي الصراري المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء اليمني، شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به معنا من إضاحت. مشاهدينا، نقلت وسائل إعلام إيرانية قبل قليل حدوث مواجهة بحرية بين قوات الحرس الثوري ومدمرة أمريكية في بحر عمان. كشفت مصادر الحدث أن قوات أمريكية منعت ناقلة نفط إيرانية من المرور في بحر العرب، وأضافت أن قوات أمريكية أجبرت ناقلة نفط إيرانية للعودة إلى المياه الإقليمية الإيرانية كما يظهر على الشاشة. من لندن حول ذلك ينضم إلينا الدكتور علي نوري زادة رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية. بداية، كيف تعلق على هذا الخبر دكتور زادة، وإلى أي درجة اليوم يعني هنالك تصدي أمريكي واضح لمحاولات إيران لتهريب النفط؟ تحياتي لك وإلى مشاهديكم الأعزاء. بلا أدنى شك لسه عبر حدود الولايات المتحدة الأمريكية فتحت ذرائعها لإيران حتى بعد انتخاب رئيسي، ووجهت إلى إيران مؤشرات إيجابية بأنها مستعدة للجلوس مع إيران لتسوية الخلافات واتخاذ مواقف جديدة فيما يتعلق بشأن برامج إيران النووية أو برجام أو اتفاقية نووية جديدة. ولكن لحد الآن سياسة إيران كانت قائمة على مماطلة، على التهرب من مسؤولية ومحاولة تسليل النفط، وهذا أمر بلا أدنى شك الولايات المتحدة الأمريكية لا تسمع. ومن ضمن العقوبات المفروضة على إيران كانت هناك استثناءات مثل العراق، مثل كوريا الجنوبية، غير أن قد ولي الزمن لهذا الاستثناءات. وبلا أدنى شك الولايات المتحدة مستعدة لمنع إيران من تصدير نفطها بشكل مباشر و يعني كما يريدون. طيب، ولكن فهم في الفترة السابقة أن واشنطن تغض الطرف عن بعض الناقلات الإيرانية للنفط كنوع من بادرة حسن نوايا قد تحرك المياه الراكدة في فيينا هناك. يعني اليوم هل يبدو أن الإجراءات الأمريكية تعود إلى المربع الأول، التصدي الكامل والحصار الكامل على إيران؟ بلا أدنى شك إذا شعرت الولايات المتحدة الأمريكية بين إيران فقط هناك سياسة مماطلة والتهرب من المسؤولية، فلماذا تقدم إلى إيران امتيازات ولماذا تتعامل مع إيران بالمرونة؟ يعني هكذا العلاقات الدولية قائمة على تبادل المصالح، تبادل المسؤوليات وجلوس واتفاق. ولكن إيران دائما منذ قيام هذا النظام دائما تحرب مماطلة وتذليل الطرف الآخر في كل علاقاتها الدبلوماسية. النظام الإيراني دائما اعتمد على سياسة قائمة على تذليل، قائمة على كذب، وقائمة على تحرب من مسؤولية، ودائما اتهام الطرف الآخر بالتقصير بالقصور. وهكذا كانت منذ قطيعة بين إيران والولايات المتحدة ودول أخرى حتى في المنطقة. نعم. طيب، اعتراف إيران هذه المرة باعتراض القوات الأمريكية إحدى سفنها النفطية، وحتى الحديث الإيراني عن مواجهة وإنزال عسكري، يعني كيف سينعكس هذا الأمر على ما يتعلق بالمفاوضات الإيرانية مع القوى الدولية المتعثرة بالأساس بالفعل الإيراني؟ دعني أقول لكم ما حصل قبل 10 أيام في محطات البترول الإيراني كان هدفه إذلال النظام الإيراني وتصوير هذا النظام تصوير حقيقي أمام الشارع الإيراني، أمام الشعب الإيراني. مرة أخرى الولايات المتحدة تقول للإيرانيين بأنها قادرة على من تصدير النفط الإيراني، ولا أعتقد بأن ذلك سيكون له تأثير مباشر لأنه ليس هناك محادثات. ماذا ستفعل إيران؟ هل توجه هجوما ضد المدمرة الأمريكية؟ لا أبدا، إيران قلقة وخائفة، وربما ستقوم
مبادرات مسرحية أو شيء من استئراز العزلات، ولكن في نهاية الأمر إيران مرغمة على قبول الأمر الواقع، إنها ضعيفة وذليلة. طيب إلى أي درجة اليوم المشتريات الصينية من النفط الإيراني هي التي تطيل نفس الصبر حتى على هذا الحصار بالنسبة لإيران؟ يعني مثل هذه العملية، يعني هل ستؤثر حقيقة إن تكررت هذه العملية، إن تكرر حصار ناقلات النفط المهربة من إيران عبر بحر عمان؟ يعني هل لها تأثير حقيقي أم أن المشتريات الصينية بالنسبة لإيران تكفيها في هذه المرحلة على الأقل؟ أعتقد بأن الولايات المتحدة وجهت تحذيرا إلى الصين، وسبق أن كانت هناك اتصالات بين الطرفين بين الجانب الصيني والأمريكي فيما يتعلق بالنفط الإيراني، لأن الصين ليست بلا نفط، هناك دول مستعدة لتأمين حاجات الصين من النفط، ولكن ما حصل الآن إيران تبيع النفط إلى الصين بأرخص درجات، بأرخص قيمة، يعني قيمة أقل 5 إلى 7 دولارات من قيمة السوق الحقيقي. وأيضا الصين لا تدفع إيران بل ترسل بضائع الصينية الرخيصة إلى إيران. فهكذا الولايات المتحدة كما قلت لسبر حدود، الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن توجه رسالة معينة إلى الصين وإلى إيران وإلى باقي الدول التي تستورد النفط من إيران. يعني أفهم منك أن الصبر الأمريكي انتهى؟ لا أقول انتهى، ولكن للصبر حدود. طيب على الأقل يبدو أنه وصل إلى حافة هذه الحدود. اليوم هنالك اصطفافات في المواقف الدولية تجاه إيران، يعني لماذا هي خطواتها توصف بأنها بطيئة غير متعجلة، وهي أكثر الأطراف حاجة إلى العودة إلى هذا الاتفاق النووي؟ يعني حتى التصريحات من الخارجية الإيرانية أنها سنعود لمسار فيينا قريبا، يعني ولم يتم تحديد متى هذا هو الموعد القريب. بالتأكيد صحيح، متى يعني قريب. سيدتي، في نهاية حكومة السيد حسن روحاني، يعني قبل شهرين من انتهاء حكومته، قال الدكتور عباس عراقشي نائب وزير الخارجية ومسؤول الملف النووي، قال هنا مغادرته فيينا بأن مسودة الاتفاق بيدنا وقد بحاجة إلى توقيع. خامنئي لم يسمح بأن ينجز روحاني هذا الاتفاقية، لم يكن يريد أن يغادر روحاني القصر الرئاسي مرفوع الرأس ويقول للشعب الإيراني انظروا أنا أنجزت لكم اتفاقية نووية الأولى والثانية، وترك الأمر للرئيسي. ولكن لما جاء الرئيسي مع وزير خارجية مثل السيد حسين أمير عبداللهيان وهو وزير خارجية قاسم سليماني، يعني تغيرت الصورة. وأنا أعتقد بأن خامنئي ليس مستعدا في الوقت الحاضر توقيع على اتفاقية نووية جديدة، لأنه لم يحقق شيئا، لم يحقق امتيازا. حتى أمير عبداللهيان طالب الأمريكان بالإفراج عن 10 مليارات دولار. انظر إذا كان هناك اتفاقية بين إيران والولايات المتحدة، هناك 600 مليار دولار مبلغ الاستثمارات الجاهزة لإيران من دول الغربية، من دول الشرقية، ولكن هؤلاء فقط يفكرون 10 مليار دولارات حتى يتمكن خامنئي من دفع عيالاته في لبنان، في اليمن، في العراق، في سوريا وغيرها، فلا يفكر بمصلحة الشعب الإيراني. الشعب الإيراني الآن شعب مسكين، الوضع الاقتصادي منهار، ليس هناك أمل للمستقبل، ورغم ذلك مماطلة، كذب، لأنه خامنئي يفكر فقط بأمر واحد. وتردد إذا سمحت لي دكتور زادة، من الإدارة المتشددة في طهران بشأن فوائد التوصل لاتفاق. يعني بحسب ما نقلت الاندبندنت البريطانية قبل أيام، هنالك مخاوف حقيقية من أن الاتفاق النووي الإيراني على وشك الانهيار. نعم. هل تؤيد ذلك؟ لأنه ما يهم خامنئي ليس الاتفاقية،
قنبلة نووية. هم الآن يفكرون يوما ما سيعلن متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بفضل دعم إمام الزمان والله وأئمة الأطهار نجحنا في اختبار قنبلة ذرية أو نحن على وشك أو يعني هم فقط يفكرون بقنبلة ذرية كما قال خامنئي مرارا في الماضي لأتباعه فإنه يعتقد بأن قنبلة ذرية ستزمن بقاء النظام حتى ظهور الإمام الزمان هكذا يفكرون فلماذا يقبلون الاتفاقية النووية الآن وهم على وشك إنتاج قنبلة نووية 6 أشهر وهم قادرين على إنتاج قنبلة طيب دكتور زاده قبل أيام وزير المالية الإسرائيلي صرح أن المواجهة مع إيران ليست بعيدة وهي مسألة وقت فقط اليوم تحدثنا في هذه الحلقة قبل ساعة عن تدريبات أمريكية لقوة خاصة من المشاة البحرية تحدث لأول مرة في تل أبيب استعداد لمواجهة قادمة مع إيران هل اقتربت هذه المواجهة برأيك؟ سيدتي إذا شعرت إسرائيل وإذا وجدت عندها معلومات من أملائها في إيران بأن إيران بعد 3 أشهر 4 أشهر سوف تكون قوة نووية في المنطقة فلن تتردد في توجيه أكثر ضربات أنفا وقسوة ضد ليس فقط منشآت نووية الإيرانية منشآت إنتاج الصواريخ منشآت صناعية كبرى لقد قال أحد ساسة الإسرائيليين أعتقد كان نتنياهو وشخص آخر بأننا نريد أن نعيد إيران إلى أصل الحجري ومع الأسف النظام الإيراني لا يتحدث إلى هذا التحديد بجد هذا تحديد حقيقي لأن إسرائيل تعرف جيدا إذا كانت لدى هذا النظام قنبلة ذرية إذا كانت لدى هذا النظام صواريخ أكثر تطورا مما يملكها النظام فلن يتردد أيضا النظام في توجيه ضربات إلى إسرائيل لأن هذا النظام قد فقد مبرراته المنطقية والشرعية وفقد بحاجة إلى غوغاء إلى زجة إلى دمار في المنطقة إلى مواجهة عسكرية هكذا يفكر بأنهم قادرين على البقاء من لندن عبر الهاتف كنت معنا الدكتور علي نوري زادة رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية شكرا لك دكتور زادة على هذه الإيضاحات التي تفضلت بها وأرحب بضيفي من لندن أيضا الباحث في الشأن الإيرانية سيد وجدان عبد الرحمن سيد وجدان أهلا بك معنا إلى هذه الساعة من استوديو الحدث وحسابات إيران هل هي غامضة حول العودة لاتفاق أوباما أو حتى الاتفاق على شيء جديد مع القوى الدولية حول برنامجها النووي أم أنها تتقاعس لزيادة نفوذها من خلال زيادة نقاء وكمية مخزونها من الوقود النووي؟ تحياتي لك تسابيح ولمشاهديك الكرام أهلا بك. الموضوع هو لن يعود فقط لموضوع تخصيب اليورانيوم وزيادة نقاوة التخصيب وإنما تسعى الأمر أكثر من ذلك لأن هنالك مخاوف ليس فقط من موضوع النووي الإيراني هنالك مخاوف من تدخلات إيران في المنطقة هنالك تخوف من الطائرات المسيرة التي الآن إيران بدأت تغير استراتيجيتها من دعم الميليشيات في السلاح البسيط أو المتوسط إلى طائرات مسيرة بدءا من اليمن إلى العراق ومن ثم الآن نقلت معركتها إلى داخل سوريا هذا يدل بأنه بالفعل النظام الإيراني لديه خطة بديلة لموضوع التهديدات الأمريكية أو حتى الإسرائيلية وهذا يدل بأنه بالفعل النظام الإيراني هو لديه نوايا عسكرية من أجل الوصول إلى القنبلة النووية طيب سيد وجدان إلى أي درجة اليوم تعتقد أن هنالك اصطفافات قد تجتمع نحو خيار آخر بعيد عن الدبلوماسية مع إيران؟
أعتقد ما حصل مؤخرا وفيما يتعلق بموضوع الأزمة الأخيرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في بحر العرب، أعتقد أنها خطوة أساسية ومهمة، وهي تعتبر رسالة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت بأن لديها خطة باء في حال لم تعود إيران إلى المفاوضات النووية وحل هذه المشكلة والتهديدات التي تأتي من جانب إيران. والبدء في هذه الخطط هي رسالة واضحة وإشارة مهمة جدا بالنسبة للنظام الإيراني بأنه إذا لم يعود إلى المفاوضات النووية سيكون يعني الولايات سوف لن تسمح لإيران بالالتفاف على العقوبات الأمريكية كما كانت تفعل في بداية دورة بايدن، والذي تقاضى بشكل متعمد من أجل إعطاء فرصة لإيران للعودة للمفاوضات وأعطى متنفس للاقتصاد الإيراني. لكن إيران قرأت هذه الرسالة بالخطأ بأن الإدارة الأمريكية هي مضطرة أن تتنازل لصالح المشروع الإيراني، ولكن الآن هذه الخطوات التي بادرت بها إدارة بايدن، وقد تكون أيضا هنالك استهدافات أيضا حتى للتواجد الإيراني في سوريا، لأن هنالك بعض الضغوط على إدارة بايدن بعدما تم استهداف القاعدة الأمريكية. ولكن اسمح لي سيد عبد الرحمن، يعني الحديث عن إحياء قوة الردع تجاه إيران لا ينفصل عن كيفية إقناع إيران حتى بأن إدارة بايدن قد تلجأ لخيارات عسكرية. يعني الرسائل التي أرسلت من هذه الإدارة منذ توليها المهام أن الخيار الدبلوماسي والدبلوماسي فقط هو القائم في كل الملفات. نعم، تسابيح لو كانت إدارة بايدن يعني في بداية مجيئها إلى طرح موضوع العودة في إيران للمفاوضات كانت تعاملت بصرامة أكبر اتجاه إيران، لكانت إيران فهمت الرسالة منذ الأوائل، وقد كان من الممكن أن تعود إيران لطاولة المفاوضات. لكن الإدارة الإيرانية وخاصة في عهد إبراهيم رئيسي ظنوا بأنه إدارة بايدن ستكون نفس الإدارة في عهد أوباما، حيث يسمح كما سمح لإيران في التدخل في شأن العراق والهيمنة على العراق، بأنه إدارة بايدن ستفعل نفس الشيء. لكن الأمر يختلف تماما في عهد بايدن، لأن إيران قامت بتطوير سلاح يهدد أكبر حليف للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، رغم أن إسرائيل لديها قدرة الردع لكنها سوف لن تسمح بإيران امتلاك سلاح نووي. والولايات المتحدة الأمريكية هي مسؤولة وكما أعلنت بأنها تحافظ على أمن إسرائيل، وأيضا سوف لن تسمح لإيران بالسلاح النووي. لذلك ورغم أن إدارة بايدن تحركت بشكل بطيء ومتأخر، لكن هذه الضغوط التي بدأت تمارسها هذا يدل بأنه بالفعل إدارة بايدن هي لديها النية الحقيقية لردع إيران من امتلاك سلاح نووي أو حتى موضوع الصواريخ الإيرانية وتدخلات إيران في المنطقة. ولهذه الضغوط الأمريكية يعني وآخرها ما هو ظاهر على الشاشة اليوم، الحديث عن إعادة ناقلة نفط إيرانية للمياه الإقليمية، كانت الناقلة بالتأكيد هي تهرب النفط الإيراني وتمت هذه العملية في بحر عمان. هذه الضغوط إن تكررت إلى أي درجة، يبقى سؤال قائم، قد تحرك المياه الراكدة في مسار فيينا، لأن الموقف الروسي يبدو أنه يدعم إيران يعقد من هذه العودة. يعني حتى لافروف قبل يومين فقط صرح بأنه لا يمكن استئناف الاتفاق النووي مع إيران إلا بصورته الأصلية، اتفاق أوباما عام 2015. بالنسبة للروس تسابيح أنه لا شك أنهم لديهم مشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكلما تعقدت المشاكل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف أخرى فهو يصب في صالح الروس. لذلك هي تحاول الاصطفاف إلى جانب إيران، إضافة إلى قضايا
إقليمية أخرى. لكن فيما يتعلق بالضغوط الاقتصادية، نحن نعرف تماما حتى في عهد إدارة أوباما إيران لم تعود إلى المفاوضات، ما لم تكن هنالك عقوبات قاسية على إيران أضرت بالاقتصاد الإيراني، ولذلك إيران اضطرت العودة إلى المفاوضات. ولهذا إدارة الديمقراطيين دائما تؤكد بأنه الدبلوماسية هي الحل الوحيد، لأن العقوبات السابقة هي من أجبرت إيران وعادته إلى الطاولة المفاوضات. لذلك منع إيران من تصدير وتهريب النفط والاتفاق على العقوبات لا شك سيكون له تأثيرا، ولكن أعتقد أنه إيران سوف لن تتنازل، ولديها خطة واستراتيجية كبيرة وهي موضوع الوصول إلى القنبلة النووية، وأعتقد أن إيران ستتحمل مزيد من العقوبات لإنتاج القنبلة النووية ليكون سلاح ردعا لتهديد إيران. طيب سيد عبد الرحمن، قبل قليل ذكرت أن الإجراءات الأمريكية لإدارة بايدن هي بطيئة وغير متعجلة مع إيران. الحلفاء لواشنطن دول المنطقة وإسرائيل كانوا يشددون منذ البداية على ضرورة تضمين أي اتفاق قادم للبرنامج الصاروخي الإيراني وما يتعلق بالنشاطات في المنطقة كذلك. يعني خطورة المسيرات الإيرانية لم تتنبه لها أو لم تصرح بالتنبه لها الإدارة الأمريكية إلا منذ أيام فقط، يعني حتى حول المسيرات الإيرانية لماذا هذا التأخر؟ نعم، هذا هو يعني الإدارة بايدن هي مطالبة، لأنها كانت تعرف منذ فترة بعيدة جدا، لأن هذه المسيرات كانت في عهد عبد المهدي في العراق كانت تنطلق وتستهدف، وكانت هنالك تنشأ قواعد لإنتاج هذه المسيرات، و إدارة بايدن بعد مجيئهم كانوا على علم باستخدام هذه المسيرات بعدما تم إنتاجها في داخل العراق أو أماكن أخرى. ولهذا أنه إدارة بايدن تقاعست بشكل كبير، وهي من جعلت إيران أن يتمدد بشكل أكبر في المنطقة، ولذا الآن هم مطالبون أن يغيروا، ولديهم ما زالت لديهم الإمكانية لأنهم على علم بتواجد هذه المسيرات، وأيضا هم على علم بأماكن إنتاج هذه المسيرات وأيضا أماكن تدريب المجموعات على إطلاق المسيرات، فما زال في الإمكان إذا كانت بالفعل إدارة بايدن، وأعتقد أنها ستفعلها، لأن البوادر التي بدأت تحصل في المنطقة أعتقد أن سيتم هذا الأمر، ودول المنطقة هي أيضا مسؤولة أن يكون ما بينها تحالف، أنه إن كان ما بين إسرائيل والدول العربية أو الدول العربية موحدة، لأن التهديد الإيراني في نهاية المطاف هو يهدد الأمن العربي قبل أن يهدد أمن إسرائيل، ولكن بما هنالك أصبحت مصلحة مشتركة ما بين إسرائيل والدول العربية، أعتقد أنه عليهم المضي قدما بموضوع التحالف العربي الإسرائيلي أو الناتو العربي زائد إسرائيل لردع إيران، لأن العقلية الإيرانية تسابيح، ونحن عشنا في إيران ونعرف العقلية الفارسية في إيران، حينما يستولون على منطقة أو على رقعة معينة تصبح هذه المنطقة وكأنها جزء من الجغرافيا الإيرانية، وهذا ما ينادون به بأن الإمبراطورية الفارسية كانت تسيطر على كل الدول العربية، والدول العربية هي جزء ولا بد أن تعود إلى إيران من جديد. هذه العقلية ما زالت موجودة، لذلك الخطر من جانب إيران داهم على الدول العربية وأيضا يهدد مصالح إسرائيل، فالطرفان هم ذو مصلحة بالنسبة لردع إيران. طيب دعني فقط أشرك معنا في النقاش سيد عبد الرحمن ضيفي من واشنطن الدكتور حسن هاشميان الباحث في الشأن الإيراني. سيد هاشميان أهلا بك معنا إلى هذه التغطية على الحدث، وبداية كيف تعلق على ما يحدث الآن في بحر عمان، يعني إعادة ناقلة نفط إيرانية مهربة إلى المياه الإقليمية لإيران من قبل القوات الأمريكية، يعني هل الآن
الخيارات مع إيران من قبل واشنطن تتخذ نهج مختلف عن الدبلوماسية. نعم، تحية لكم. أهلا بك الكريم ومشاهدين البرنامج. هنا في واشنطن لم يأتي أي تأييد لهذه الأخبار، ولم يتحدث أي جهة تتحدث عن هذه الأخبار. واضح أن هذه الأخبار مصطنعة في داخل طهران، وأعتقد هي بعيدة عن الواقع. هناك تناقضات كبيرة في موضوع الأخبار. النظام الإيراني ومن خلال تلفزيونه الرسمي يتحدث عن اتخاذ الناقلة النفطية إلى جهة غير معلومة، وثم يتحدث بأن قوات الحرس قامت بدخول إلى هذه السفينة وجاءت به إلى الشواطئ الإيرانية. أيضا لا زمان ولا مكان معين لهذا الأخبار، وهذا يعني نوع من الدعاية الجديدة. هذا معنى واضح، إيران تستخدم ثلاث نقاط لمناوراتها في موضوع الملف النووي. الأول الخروجات النووية المعروفة من تخصيب اليورانيوم إلى ماء ثقيل وإلى ذلك. النقطة الثانية الحديث عن صواريخ عابرة للقارات، وهذا الموضوع تكرر مرات عندما إيران في عام 2014 دخلت في موضوع المفاوضات النووية. مجموعة من قيادات الحرس تحدثوا عن صواريخ عابرة للغارات. عندما حسن روحاني مرة ثانية بعد مجيء بايدن رجع إلى مفاوضات النووية، أيضا قيادات في الحرس تحدثت عن صواريخ عابرة للغارات، وأصبح الآن هذا الموضوع هو ورقة ضغط بيد إيران ربما ليس حقيقية وغير موجودة، لأن إيران ليس لديها التقنية اللازمة لصناعة صواريخ عابرة للغارات. والنقطة الثالثة والورقة الثالثة من أجل الضغوط هي خطف السفن والهجوم على السفن. عندما إيران الآن تتحدث بهذا الموضوع بهذا الشكل، هذه مقدمة. في الأيام القادمة سنرى هناك برنامج إيراني للهجوم على السفن. الهجوم على السفن والاختطاف السفن هي من مهنة إيران، وسابقا جربت هذا الموضوع وستجربها في المستقبل. طيب، هنالك جزئية أخرى من السؤال، يعني هل يبدو أن واشنطن تقترب من الابتعاد عن النهج الدبلوماسي طول النفس الدبلوماسي مع إيران في مباحثات فيينا؟ اليوم بيزنس انسايدر كتبت عن هذا الموضوع بأن المفاوضات النووية من منظور البيت الأبيض فاشل تماما، ولكن بايدن لم يملك خطة بديلة لهذه المفاوضات ولم يملك خطة بديلة للدبلوماسية. هذا يعني كل الأشخاص الذين يراقبون الأوضاع في واشنطن يعتقدون نفس الاعتقاد بأن بايدن والمفاوضات النووية فشلوا إلى وصول إلى نقاط ملموسة، ولكن الجميع يعتقد أن بايدن ليس لديه خطة بديلة. حتى لو هناك إسرائيل عرضت هذه الخطة البديلة بلان بي وحتى بلان جيم، ولكن بايدن حتى الآن لم يوافق على هذه الخطة أو الخطط البديلة، وهذا معناه أن بايدن لا يرى طريق آخر إلا الاستمرار في طريق الدبلوماسية مع النظام الإيراني. ولكن بأي سقف زمني؟ يعني لا يمكن الحديث عن مباحثات متعثرة دون القول إلى متى ستكون هذه المباحثات معلقة. يعني ما هو سقف التفاوض مع إيران؟ طبعا هناك امتعاض أساسي هنا في واشنطن حول هذه القضية، أيضا امتعاض موجود في الدول الأوروبية، وهناك أمهلوا إيران. يعني هناك اتفاق بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية المعنية بموضوع النووي الإيراني، أمهلوا إيران حتى منتصف نوفمبر تعيد للمفاوضات بشكل حقيقي وواقعي وبعيدا عن الشعارات وبعيدا عن المناورات. ولكن الرد الإيراني دائما يأتي معاكسا، ورأينا هناك حديث على لسان عبد الله يان أو مسؤولين آخرين يرمون الكرة في الملعب الأمريكي ويعتبرون أن المقصر الأساسي في هذه القضية هو الولايات المتحدة. طيب، وبالنسبة لإيران كذلك سيد عبد الرحمن، المشروع التوسعي في المنطقة
واضح ومعلن، وأدوات هذا المشروع كذلك معلومة هي أذرع إيران إن كان في العراق، سوريا، اليمن أو حتى لبنان. اليوم هذا المشروع سيد عبد الرحمن يترنح تماماً، يعني في اليمن هي غير قادرة على حسم الأزمة لصالح الحوثي، في العراق المشروع كذلك يتهاوى، في سوريا هنالك اتجاه حتى لتفاهمات بعيدة عن إيران بين القوى الفاعلة في الجغرافيا السورية عدا عن ما يحدث لحزب الله في لبنان هنالك وحتى في بيئته الداخلية. إذن هل ستغير من هذا النهج؟ هل يبدو أنها ستغير حتى من أدوات هذا المشروع؟ لا أعتقد أنه إيران وموضوع المشروع الإيراني رغم الضعف الذي نشاهده فيه كما أشرت تسابيح، لكن إيران ما زال مصر، وهنالك معلومات أنا أتحدث عنها وليس تحاليل، هناك معلومات من داخل النظام الإيراني بأنهم يقومون بتمويل الجماعات رغم العقوبات الاقتصادية والشح في العملة الصعبة، لكن ما زالوا يركزون حول موضوع دعم المجموعات التابعة لإيران إن كانت في العراق، سوريا، لبنان، وأيضا حتى في اليمن، وهنالك إصرار إيراني كبير، وتم توكيل هذه المهمة لجانب الحرس الثوري الإيراني ليكون هنالك بيد الدبلوماسية الإيرانية شيء من المتنفس أو اللعب على هذا الموضوع، لكن هي سياسة مبرمجة من داخل النظام بكامله، وخاصة اليوم أصبح النظام الإيراني هو حكومة واحدة بعدما كانت هنالك دولة عميقة في إيران، أصبحت هذه الدولة العميقة الآن أصبحت شبه واحدة بعد مجيء إبراهيم رئيسي، ولذلك الاستراتيجية الإيرانية هي ما زالت دعم المجموعات والميليشيات وتزويدها بالسلاح، وأيضا خاصة السلاح الجديد وهو المسيرات. بدأت هذه المسيرات تنتقل من العراق ثم إلى سوريا وأيضا لبنان والآن وفي اليمن، ومحاولة هنالك لنقل هذه المسيرات وتكنولوجيتها إلى حماس والجهاد الإسلامي، وهذا يدل أن إيران فعلا ما زالت بيدها هذه الأوراق وسوف لن تتخلى عنها، لأنها تعتبر بالنسبة للنظام الإيراني هي المعركة الأولى والخط الأمامي لمعركة إيران أو مفاوضات إيران مع الجانب الغربي، الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الغربية. طيب حتى اللحظة يعني بحسب ما فهمنا من سيد هاشميان، يعني إيران هي من تروج لهذا الخبر، هي من تنشر هذه الأخبار على وسائلها الإعلامية، ما الرسائل الداخلية التي تحاول إيصالها سيد عبد الرحمن برأيك؟ إيران تريد أولا، هي صحيح اللي تفضل به الدكتور هاشميان هو صحيح، لأن إيران تستخدم هذه كأوراق للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أمر واقع موجود اليوم، الصواريخ الإيرانية بالفعل هي تهديد إن لم تكن عابرة للغارات لكنها تهديد حقيقي لدول المنطقة، ونحن شاهدنا أن الصواريخ الإيرانية استهدفت المملكة العربية السعودية إن كان من الجانب الحوثيين أو حتى استهداف أرامكو وهو بالتأكيد وبالمسيرات من جانب إيران ومن داخل الأراضي الإيرانية، استهدفت أيضا الصواريخ قصيرة المدى التي زودت إيران حماس بها وصلت إلى واستهدفت إسرائيل، إذن الصواريخ الإيرانية تهديد. رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي أعلن بأنه إيران بلغت إلى درجة من اليورانيوم قد نتفاجأ كما تفاجأنا مع كوريا الشمالية، الطائرات المسيرة في الدول، فبالفعل هي إيران رغم تستخدمها كورقة ضغط للمفاوضات لكنها تهديد حقيقي، لكن إيران هي داخليا تتوقع هنالك في كل لحظة أن تكون هنالك احتجاجات كبيرة، لأن هنالك أصبح الضغط الاقتصادي على المواطنين في إيران كبير جدا، ولا يمكن للمواطن السكوت إلى فترة طويلة، قد تكون موضوع إيران استخدمت موضوع كورونا لتهدئة الشارع
لكن هنالك احتقان كبير في الداخل الإيراني وقد ينفجر في كل لحظة. لذلك إيران تتخوف من موضوع الداخلي أكبر بكثير من ما تتخوف من الخارج، ولذا أنها تحاول خلق مشكلة أو حتى قد يكون هنالك أزمة في المنطقة لكي إما تغمع الاحتجاجات في الداخل أو أنها تكسب تعاطف الشارع الإيراني مع النظام باعتباره مهدد من قبل الخارج. وهذه هي سياسة النظام منذ بداية الثورة، دائما تبحث عن ذريعة بأنها معرضة للخطر وتريد التفاف الشارع لها. لكن في بداية الثورة كان هنالك الشعب الإيراني تعاطف معها عقائديا بما أنها ثورة إسلامية، لكن الآن هذا الشعار أزيل بشكل كامل ولم ينطلي على المواطن في إيران، بل بالعكس هو يرحب، أصبح الشعب في إيران يرحب بأي ضربة أو استهداف من قبل ما تسميهم إيران أعداء الثورة. ابقى معنا سيد عبد الرحمن، دعني أنتقل إلى واشنطن مجددا، هذه المرة مع زميل بير غانم. بير أهلا بك معنا في هذه الساعة، وما المعلومات التي تحصلت عليها حتى اللحظة؟ هل من أي تسريبات حتى وإن كان على وسائل الإعلام الأمريكية؟ من الممكن جدا أن يكون الخبر كما سربته الوسائل الإعلامية الإيرانية هو مجرد بروباغندا. ما نعرفه حتى الآن هو أن الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول الموجودة في هذه المنطقة خصوصا الأوروبيين لديهم الكثير من القوات وهي تراقب حركة الملاحة في هذه المنطقة. ليس هناك سابقة تقول أن الأمريكيين يمنعون ناقلة نفط إيرانية تخرج من الأراضي الإيرانية أو المياه الإقليمية الإيرانية إلى المياه الدولية، لأن ليس لديهم السلطات القانونية الضرورية من قبل مجلس الأمن الدولي. ولكن من الأرجح أن تكون، لو كان هناك بالفعل حادثة كما وصفها الإيرانيون، أن تكون هذه الباخرة باخرة نقل أسلحة أو تنقل مواد ممنوعة بحسب القانون الدولي، وقد اعترضتها القوات الأمريكية أو قوات مشتركة موجودة في هذه المنطقة. طبعا نحن نعرف أن المنطقة تستعملها إيران لتسريب الأسلحة خصوصا إلى الحوثيين في اليمن، تستعملها أيضا لتسريب الأسلحة إلى مناطق أخرى حول العالم. والقوات الأمريكية أو القوات المشتركة الموجودة في هذه المنطقة لو أوقفت بالفعل هذه السفينة فهي أوقفتها لأسباب قانونية وليس لأنها باخرة نفط، هذا أولا. طبعا حتى الآن ليس هناك بيان رسمي أمريكي حول هذا الموضوع، لقد حاولنا الاتصال بأكثر من مرجع يهتم بهذه المنطقة من القيادات العسكرية، وربما يكون هناك إيضاح من القيادة العسكرية الأمريكية خلال وقت قصير. طيب سؤال آخر بيير حول الذي يرجح حتى اللحظة عن الموقف الأمريكي، خيارات إدارة بايدن تجاه إيران، الخيارات البعيدة عن الدبلوماسية حتى، يعني هل هذا الأمر مرجح بحسب القراءات الأمريكية حتى اللحظة؟ هناك تصريحات واضحة أمريكية خصوصا على لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن عندما قال يوم الأحد أن كل الخيارات موجودة على الطاولة. هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتعاطى مع الملف الإيراني خصوصا الملف النووي الإيراني باتت تعتبر أن الدبلوماسية لها الأولوية، وتريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تعتمد الدبلوماسية كأولوية. ولكن بسبب تصاعد كميات اليورانيوم المخصب الموجودة لدى إيران، وبسبب تأخر إيران عن العودة إلى المفاوضات وأيضا الالتزام ببنود الاتفاق النووي، فإن هناك مؤشرات كثيرة خطيرة لدى الأمريكيين وأيضا لدى الأطراف الإقليميين. وبالتالي بدأ الأمريكيون يتحدثون عن أن كل الخيارات موجودة على الطاولة، وهذا يعني العودة إلى نظام عقوبات جديد، العودة إلى حرب صامتة
بين الأطراف الدوليين والإقليميين وإيران، وبالإضافة إلى ذلك أيضا الخيار العسكري. طبعا لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا في هذا الوقت التحدث بشكل واضح على أن الخيار العسكري هو موجود على الطاولة، ولكن عندما تتحدثين إلى المسؤولين الأمريكيين كما فعلت أنا خلال اليومين الماضيين، يقولون أن كل الخيارات دائما موجودة لدى الرئيس الأمريكي. المسألة هي أن كيف نضع هذه الأولويات، وكيف نضع هذه الأولويات في المرحلة الزمنية. يريد الأمريكيون استعمال تعبير كل الخيارات الموجودة على الطاولة لأول مرة منذ جاء جو بايدن إلى البيت الأبيض، ليقول للإيرانيين أن المهلة التي أعطيت للعودة إلى المفاوضات بدأت تنفذ، ويجب أن تعودوا إلى المفاوضات والالتزام ببنود الاتفاق النووي.